والآن، إنه لمن دواعي سروري أن أعطي الكلمة لدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لإلقاء كلمته. فليتفضل سيادته. His Excellency Egypt's Prime Minister مصطفى مدبولي. بسم الله الرحمن الرحيم السيدات والسادة الحضور الكرام أرحب بكم جميعا ويسعدني أن أبدأ كلمتي اليكم بتحية واجبة إلى كل الأطراف ذات الصلة بالعمل الإنمائي والتعاون الدولي على الجهود المبذولة كشركاء في التنمية من أجل تعزيز قيمة رأس المال البشري والنهوض بالمستوى المعيشي لسكان هذا الوطن بجميع أطيافه بما في ذلك المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء وتمكين الفئات الاكثر احتياجا وفي مقدمتهم النساء والشباب والمساعده في الوصول الى الخدمات الاساسيه عاليه الجوده والعمل اللائق من اجل مستقبل افضل ان هذه المناسبه التي تجمعنا اليوم تعد بمثابه تتويج لعلاقتنا الانمائيه مع احد اهم شركاء التنميه واكثرهم تنوعا وتاثيرا وهي منظمه الامم المتحده والوكالات الامميه المتخصصه والتي تربطنا بها علاقات تاريخيه تنظمها مبادئ راسخه للعلاقات الدوليه نص عليها ميثاق الامم المتحده وتعتز مصر بكونها احدى الدول المؤسسه لهذه المنظمه العريقه عام 1945 ولقد أحرزت مصر تقدما كبيرا خلال الأعوام الماضية بمشاركة شركائها في التنمية في معالجة العديد من التحديات الإنمائية على المستوى القطري، وتصدر دعم الأمم المتحدة كونها الشريك الإنمائي الأكثر تنوعا مقدمة شركاء التنمية ذوي الخبرات المتعددة في كافة القطاعات، وعززت مصر تجربتها في مجابهة الفقر وتحسين جودة التعليم والخدمات الصحية، وتمكين النساء والشباب، واتباع النظم الاقتصادية المبتكرة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وغيرها من الاحتياجات الملحة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري. كما كانت مصر في طليعة الدول ذات الجهود الاقليمية والدولية لمكافحة الارهاب والهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، فضلا عن إسهامتها المشهودة في دعم السلام والأمن الدوليين وبالتكامل مع أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة وأهدافها السبعة عشر وكذلك رؤيتنا الوطنية للتنمية المستدامة والاستراتيجيات الوطنية التي أطلقناها بالتعاون مع وكالات وبرامج الأمم المتحدة مثل الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان والاستراتيجيه الوطنيه للتغيرات المناخيه، فقد شرعت مصر في تنفيذ برنامج اصلاح اقتصادي وفقا لمراحل متتاليه، وتم تنفيذه بدعم من شركاء مصر في التنميه. وقد تضمن هذا البرنامج عده تدابير للحمايه الاجتماعيه، تستهدف الفئات الاكثر احتياجا، من ضمنها توسيع نطاق تغطيه برنامج التحويلات النقديه تكافل وكرامه والذي يقدم الدعم لملايين الاسر. كما قامت الدوله بزياده المعاشات التقاعديه والاجور وتبنت اعفاءات ضريبيه لذوي الدخل المنخفض فضلا عن اشكال الدعم المختلفه للسلع والخدمات الاساسيه. السيدات والساده اننا ندرك ان التحديات التي لا تزال قائمه لا سيما في اعقاب الصدمات غير المسبوقه التي اصابت وتصيب الاقتصاد العالمي، قد اثرت فقد اثرت تداعيات جائحه كوفيد 19 والازمه الروسيه الاوكرانيه على النشاط الاقتصادي، وادت الى تزايد التحديات الاجتماعيه والاقتصاديه التي يواجهها شبابنا ونساؤنا، والذين يشكلون اكثر من نصف سكان مصر. واستجابه لهذه التحديات، اعطت الحكومه المصريه الاولويه لاتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لتحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز نظم الأمان الاجتماعي، بما في ذلك الإجراءات المتخذة بالتعاون مع الشركاء من أجل استعادة الاستقرار في ظل اضطراب عالمي مستمر. ولقد جاء مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية في دورته السابعة والعشرين والتي استضافتها مصر العام الماضي، خير دليل على أهمية إقامة الشراكات وتعزيز أواصر التعاون من أجل التصدي للقضايا الإنمائية الأكثر إلحاحاً ومنها التغيرات المناخية. كما نؤكد أن مصر تولي اهتماماً بالغاً لمستقبل القارة الإفريقية التي يتواجد بها قرابة 22% من إجمالي الدول النامية على مستوى العالم بالاضافه الى 71% من اجمالي الدول الاقل نموا في العالم، وهو ما يعني ان القاره في حاجه لمزيد من الجهود الدوليه المشتركه والمشروعات والانشطه متعدده الاطراف، وتبادل الخبرات الناجمه الناجحه بين الدول بعضها البعض، وفي المقدمه تعزيز دور القطاع الخاص والاستثمار في راس المال البشري، وتطوير البنيه التحتيه على المستوى القاري. الحضور الكريم اود ان اشير الى بعض المحاور الرئيسيه التي تسعى الدوله المصريه لتحقيقها خلال المرحله المقبله والتي تتماشى بشكل وثيق مع الاولويات الاستراتيجيه للشراكه مع الامم المتحده خلال الفتره من 2023 وحتى 2027 وكذلك البرامج القطريه للوكالات الامميه المتخصصه التي يجري اعدادها تحت إشراف الجهات الوطنية المعنية، وبالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي المنسق الوطني للإطار الاستراتيجي للتعاون مع الأمم المتحدة. أولاً، هناك أهمية قصوى للعمل على الاستثمار في رأس المال البشري من أجل زيادة الإنتاجية وتعزيز الابتكار، حيث تلتزم الحكومة المصرية بتحسين نوعية التعليم والتعلم. والرعاية الصحية والخدمات الأساسية وإتاحة الفرص الاقتصادية للفئات الأكثر احتياجا. ثانيا لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة بدون قطاع خاص ديناميكي وتنافسي وهو أمر بالغ الأهمية وتضعه الحكومة المصرية في مقدمة أولوياتها من أجل خلق فرص العمل اللائقة وزيادة الصادرات وتنويع الاقتصاد. لذلك نحن ملتزمون بتحسين بيئه اعمالنا من خلال تبسيط اجراءات الاستثمار والحد من البيروقراطيه وتحقيق الشفافيه وحمايه حقوق الملكيه الفكريه. ثالثا اثبتت النظريات والمبادئ الانمائيه على مر العصور ان التنميه تبدا من رحله تاهيل البنيه التحتيه للدول كاساس تبنى عليه المسارات المختلفه ويعد أمرا حيويا لتعزيز قدرتنا التنافسية وجذب الاستثمارات والمشاركة في سلاسل الإمداد والتموين والتجارة الإقليمية والدولية. لذلك فقد أولى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اهتماما بالغا بخطط تحديث شبكات النقل والمواصلات والطاقة والمياه والصرف الصحي والبنية التحتيه الرقميه مع العمل ايضا على تنويع مصادر الطاقه لدينا من خلال تطوير مشروعات الطاقه المتجدده رابعا اننا نعتبر شراكات مصر الدوليه محورا رئيسيا من اجل تحقيق التنميه المستدامه ونقدر اهميه تعزيز تعاوننا مع شركائنا الدوليين في كافه المجالات ذات الصله ونحن ممتنون للشراكه والتضامن الذين تلقيناهما تلقيناهما من شركائنا الدوليين ولا سيما الامم المتحده السيدات والساده الحضور الكريم ختاما اتوجه اليكم بالتهنئه على النجاح في اعداد وصياغه هذه الاستراتيجيه المهمه والتي سيتم تنفيذها وتمويلها عبر شراكات انمائيه ثنائيه ومتعدده الاطراف واتوجه بالشكر للامم المتحده ولمكتبها في مصر والوكالات الأممية المتخصصة والمنظمات الدولية والممثلة المقيمة للأمم المتحدة ولوزيرة التعاون الدولي وفريق عمل الوزارة المعني بهذا الملف لما بذل من جهد خلال كافة مراحل الإعداد لهذه الاستراتيجية المحورية الهامة كما أع... كما أشكر بعثة مصر الدائمة لدي الأمم المتحدة وكافة زملائي وزميلاتي الو... الوزراء وكافة الوزراء والجهات الوطنيه المشاركه والاطراف الاخرى ذات الصله مثل القطاع الخاص والمجتمع المدني، والذين كان لهم ايضا دور محوري في بلوره الاستراتيجيه بما يعزز مسيره مصر التنمويه نحو تحقيق اهداف التنميه المستدامه. شكرا لكم جميعا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.